ركن الشهادة قال لا إله إلا الله، نفي وإثبات، لا إله نفي لا إله ثم إثبات إلا الله سبحانه وتعالى. فنفي الآلهة ثم إثبات إله واحد وهو الله جل في علاه، لذلك تقول هذه الكلمة جمعت نفيا وإثباتا. نعم، هل يكفي مجرد النطق بها حتى يكون الإنسان مؤمنا؟ لا، لابد أن يقولها صادقا من قلبه، أن يكون صادقا من قلبه. أما إذا قالها نفاقا، المنافقون يقول لا إله إلا الله، لم تقبل منهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن لا يكفي أن الإنسان يقولها، وإلا كان المنافقون كذلك. وإنما المقصود أن يقولها مصدقا بها، مؤمنا بها، هذا الذي يقبل منه، أن يكون مؤمنا بهذه الكلمة مصدقا بها، وإلا غير ذلك فإنه لا يقبل منه. إذن لا تطلق هذه الكلمة لا إله إلا مع التصديق، إلا مع التصديق. وإن قالها الإنسان مكرها لم تقبل منه كذلك. لو جئنا بشخص ووضعنا على رقبته السيف، قل لا إله إلا الله ولا قتلناك، قال لا إله إلا الله، هل يكون مسلما؟ لا يكون مسلما. كما أن المسلم لا يكفر إذا وضع السيف على رقبته قيل له أكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بيان، ولكن من شرح بالكفر صدر. كما أنه لا يكفر إذا أكره على الكفر، كذلك لا يؤمن إذا أكره على الإيمان. فإذا لابد أن يقولها مختارا، مريدا لها، مؤمنا بها، وإلا لم تقبل منه هذه الكلمة. نعم.